أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار لعبادي الذين آمنوا
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل السماوات والأرض وأنزل وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار
وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها
خلاص خلاص ماشي. بلاش تعالي انا عايز اسيبك تاني بس الميكسر. ربنا ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. وما يخفى على الله من شيء السماء.
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل. ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك خلق الإنسان من علق. اقرأ
اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم الفاتحة إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك.